احنا معانا صورة كمان على الشاشة برضو لمحمد عبيده، خليك بالبيت، حظر تجول. يعني هي الرسالة ممكن تبان ان هي توعوية طبعا، بس هي صريحة ومباشرة. انه يمكن احنا كان معانا في حلقات من في انبوكس الايام اللي فاتت مبادرات من نوع مختلف، يعني زي مثلا احمد ناصر اللي هو فن طالب الهندسة وفن البانتومايم، لما نزل ولبس لبس وعمل مكياج الفن البانتومايم وعى الاطفال بشكل ترفيهي لذيذ او فكاهي. هنا الفرق ان محمد حب يوصل الرسالة بس بشكل اللي هو صادم، اللي هو انت ما شفتش الرسمه شكرا ليك، انت لازم تقعد في البيت عشان في حظر تجول، في امراض، في اوبئه، رسم رسمه الكورونا، رسم الكمامه، رسم طبيبه جاده في نظراتها للناس. فيمكن دي رساله من نوع مختلف تشد انتباه الناس برضه. صحيح، مش الجرافيتي بس اللي احنا يمكن احنا بنتكلم عن كل انواع الفنون. في نوعيات من الناس، النوع الاول اللي هو بيعمل لنا مشاكل في عم اقعد في البيت، اللي هو عارفه النوع ده اللي هو زي الاطفال بتحايل الناس في البيت بتحايلهم. النوع ده يعني عندنا يعني شويه اختلافات معاه وان شاء الله نقدر الموضوع يتحل. انما النوع اللي في النص ده نوع كويس جدا، ده ما فيش منه ضرر ومريحنا، اللي هو لا بيخرج من البيت ويعمل لي ضرر ولا بيقدم حاجة، بس هو مساعد المجتمع اللي هو فيه بأن هو قاعد في البيت ومحافظ على سلامته. ده النوع الثالث اللي بقى إيه؟ صادم. أنا ملتزم في بيتي وظبط الدنيا كل حاجة، بس ممكن أقدم حاجة، أخرج أوصل حد، زي فكرة بتاعت اسكندرية اللي كانت بتوصل للناس قبل موعد الحظر. فن جرافيتي عفوا أقدر أقدم من خلاله، فن بانتومايم زي ما أنت كنت بتتكلمي أقدر أقدم من خلاله. إذن دي في ناس واصلة في مرحلة العطاء، مهما كنت في أزمة في مش عارف إيه، أنا في مرحلة العطاء. ما هي دي ناس اللي ربنا يعني بيسخرها لخدمة البشرية وخدمة الإنسانية، بيبقوا ملهمين، نماذج ملهمة، وبتبقى مش عايزة أكتر من الخير اللي هي بتقدمه لمساعدة الناس. ومجرد هما بيساعدوا الناس، المقابل اللي بيشوفوه في وش الناس، الرضا والسعادة والشكر، هو ده أحلى مقابل هما بيستنوه من الخير اللي هما بيقدموه.